بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على برنامجكم نصيحه امل، ونتكلم اليوم على علاج الخوف المرضي او لا الرهاب او لا انواع من الذعر اللي ممكن انها كتصيب كثير من الناس. فتكلمنا على انواع الذعر او الخوف المرضي، وقلنا بأن منها الخوف من العلو، الخوف من ركوب الطائرة، الخوف من الحيوانات، الخوف على الذات أو لا على الأنا، الخوف من الانقراض إلى غيره. وكذلك من المظاهر دياله أنه كيكون فقدان في الشهية، كيكون إسهال، كيكون ممكن يكون يعني إمساك، ممكن يكون إحساس غير سليم أو لا إحساس بمغص في الأمعاء، وممكن تكون أعراض متعددة اللي ذكرناها. فعلاش نأكدوا على الأعراض وتنأكدوا على الأنواع باش لما نشوفوها في نفسنا أو لنشوفوها عند الأطفال أو لعند المراهقين أو لنشوفوها في الناس اللي هما متصلين بنا، نحاولوا ما أمكن أنه تنقدموا لهم نصيحة وتنعرفوا بأنه هذا الأمر ليس فقط هو أمر عضوي، وإنما هما أعراض بسيكوسوماتيك اللي هي أعراض نفس جسمية، هي سببها ما هو نفسي وتظهر على شكل أعراض جسمية. إذن شنو هو العلاج؟ نتكلموا على العلاج. العلاج ما له علاقة برمضان وبشهر رمضان. الصيام هو يعتبر من العلاجات المهمة للخوف المرضي. كيفاش؟ كيف ذلك؟ تنعرفوا أن الإنسان اللي هو تيخاف إلى ماذا يحتاج؟ إلى اطمئنان، إلى أمان. إذن ضد الخوف هو الأمن والأمان والإطمئنان. شهر رمضان والصيام يشعر هذا الإنسان اللي عنده مشكل وعنده خوف مرضي وعنده حالة ذعر بأنه إنسان يحتاج إلى أو إنسان يعني في أمان. إذن هذا الشهر الفضيل والصيام يشكل أمن وأمان بالنسبة للخائف. علاش وكيفاش؟ لأنه لما تصوم الإنسان يستحضر النية، هذا الإنسان اللي هو خايف يستحضر النية. النية ما هي؟ نية الصيام، بمعنى أنه تيقول لرب العالمين. إذا شنو هي النية؟ هي شيء أو لا هي يعني فكرة اللي كتكون بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى بأنها راه أنا بديت كنصوم، أنا أصوم. هنا تعرف علاش كيصوم أولا، تيقول مع نفسه أنا تنصوم لأجل أنني أرضي الخالق. إذا تيصوم بأنه بغى أنه واحد النوع من المكافأة من الخالق. إذا أول شيء هذيك النية، هذيك النية مهمة جدا جدا لعلاج الخوف. النية فكرة، والفكرة مهمة في تغيير السلوك وفي تغيير المشاعر. فلما تيقول الإنسان اللي هو عنده الخوف المرضي بأنه أنا غادي نصوم، فبالتالي تيعرف بأنه كاين مكافأة وكاين تقدير للعمل ديالو، كاين تقدير للعمل ديالو من طرف رب العالمين. ما هو الدليل؟ هو قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعني ذاك الإنسان اللي هو مريض عنده خوف مرضي تعرف بأنه الصيام استثناء في العبادات، أنه له جزاء كبير جدا، أنه عظيم في الأجر. إلا الصوم تعرف بأنه عنده مكافأة كبيرة وقوية من رب العالمين. فاش تيشعر؟ تيشعر بالأمن والأمان، وتيشعر بالطمئنان، وهذا أهم شيء اللي تيحتاجه الإنسان اللي هو مريض بالخوف. فلما كيشعر بالأمن والأمان فبالتالي كيشجعه لأنه يستمر ويركز. هنا تركيز ديال الوعي، وكذلك من بعده غيجي اللاوعي، تركيز في عمل معين. وهذه من العلاجات السلوكية اللي كنستعملوها مع الناس اللي عندهم الخوف المرضي. إذا هنا علاج سلوكي، فهو تينشغل بالصيام عما يخاف منه، فيغير تركيز الدماغ من شيء يخاف منه إلى شيء يحبه، إلى شيء يرجو منه الأجر والثواب، إلى شيء فيه مكافأة، إلى شيء فيه تقدير وفيه أمان. نرجعوا للأمن والأمان، ضد الخوف والأمن والأمان ما يحتاجه الإنسان المريض. فلما تقول الله تعالى وأنا أجزي به، هنا تيفهم هذاك الانسان اللي هو مريض بانه راه اجزي به، يعني شوف راه انا غنجازيك واحد الجزاء اللي ما كاينش له مثيل، بمعنى راه انت قدمتي هذا الامر انا غنقدم لك كثار. بمعنى انه الناس اللي هما مرضى اللي عندهم مشاكل ولا عندهم اضطراب الخوف، فا او قد يكون احيانا ما يعتبره هو مجرد عرض وليس من اضطرابات او ليس مرض، فكيحس هو هنايا بانه كاين مكافاه وكاين تقدير لعمله وكاين طمانه، كاين اخذ على اليد.
فهو لي وانا اجزي به، يعني غنجازيك الجزاء الاوفى. بحال مثلا شي واحد انت خايف انك تدوز من واحد الزنقه وتقول لك شوف شوف اجي انا راه ولد الدرب، انا راه ولد هاد الحومه هادي، ما عندكش تخاف، اجي ارى يديك، اولا انا غنسبقك وندير لك الطريق وجي انت مرايا. كيفاش كتحس؟ كتحس مرتاح، عرفتي شنو هذاك ولد الحومه هو الصعصع ديال الحومه وما كاينش اللي غيهضر معاه وصافي، راك انت في كتقول الله يرحمك الوالدين، الله يجازك بخير، اسمح لي، بارك الله فيك، وكتعبر وانت في امن. في بخلاف لو كان ما كانش هذاك الشخص كان ممكن غتبقى متردد، تقول لا ما ندوش شي من هاد الزنقه، ما ندوش انا خايف، واخا تكون هي اللي غادي تديك ربما لشي حويجه مهمه عندك بغيت تقداها ولا بغيت تقضيها. اذا وانا اجزي به، الا الصوم وانا اجزي به، سيحس هذاك الانسان اللي عنده الخوف قلنا بواحد النوع من الامن والامان لا مثيل له، وهذا جانب روحاني مهم جدا في علاج الخوف. فاذا هنا تنعالجوا كثير من الناس، كذلك منهم الاطفال التي يخافوا من الظلام بالمكافاه. اذا هنا كاين اعطاء ثقه، دائما الناس اللي خايفين خصهم الثقه، كيف ما كنسمعوا المستمعين اللي عندهم هاد الاعراض تقول لك انا الا كان معايا شي واحد تنحس براسي بانه في امان، افضل بكثير من انه اللي كنت بوحديتي. كذلك الا كان عنده ثقه مثلا في ديك ربان طائره، كان هو مثلا انسان اللي يثق فيه ثقه عمياء، تعرفه مزيان وتطمئنه دائما ودائما في جنبه، غير يكون مثلا الاخ ديالو، واش هو ما غاديش يثق في الاخ ديالو؟ اخ ديالو وعرفو، ماشي غير اخو فقط، لا انا ما نتكلمش على الصفات الشكليه، اخ ديالو صلاه على النبي السلام عليكم وعليكم السلام، تيكونوا مجموعين كل واحد تيمشي بلاصتو، لا تنتكلم على اخ بمعنى الكلمه، يعني يشاطره الامه واماله وتطمئنه، توقف معاه في جنبه، تيكون معاه سند وتيطبطب عليه لما تيكون في حزن وتيقول له شوف اخويا راه اللي تقالت عليك خففت عليا. هذا فاش غيركب معاه غيحس معاه بالامان ولا ما يحسش؟ يحس معاه، وحتى اللي يحس معاه بالخوف ما يكون ديك الخوف اللي هو مقبول الى حد ما. يعني انا عندي الاخت ديالي الله يحفظها عندها مشكل في يعني في السياقه، كتخاف، ولكن على كل حال الحمد لله استطعنا ان نجتازوا واحد المراحل من خلال انه الان ولات يعني كتجلس مثلا حدايا في السياره وما بقاش عندها، كان عندها ذعر، كان عندها خوف بكاء من انها تركب مع شي واحد في السياره او لا مثلا تجلس خصوصا القدام او لا. فالحمد لله اجتازينا هذه المرحله هذه واحد الامور اللي هي تمت بتوفيق من رب العالمين، فولا هنايا واحد الانشغال بالكلام وتركيز على امور معينه باش تزيدنا هذا الامر. اذا هنايا كاين الثقه، فهاد الثقه تقود الى نوع من الطمانه. كذلك مع الوليدات لما تيكونوا كيخافوا من الظلام مثلا تقولوا لهم وانت شوف انت شجاع، اذا كنعطيو مكافاه معنويه، ثقه اولا ثم مكافاه معنويه وماديه، جوج بهم. سير ولدي الا مشيتي هنايا وجيتي انت راك صلاه عنبي عليك بطل وانت شجاع، ولا قبل من انت شجاع انت ما كتخافش، قول لك انا خايف وانا نمشي في الظلام، لا انت شجاع، انت قل انا بطل انا شجاع انا قادر، وخا يمشي تيجري ويرجع باش نضحكوا عليه ونقولوا شوف مشى كيجري ويرجع، لا المهم الفعل قام به. اولا كتقول له شوفي الا مشيتي وجيتي غنعطيك هاد الحاجه اللي انت وهاديك الحاجه تحمق عليها باغيها، اولا غادي نديك هاد البلاصه، اولا غادي نشريك هاد الحاجه، يعني الاشياء التي يحبها. اذا الاحساس بالثقه، الاحساس بالامن والامان والمكافاه اللي هي كاينه في شهر رمضان وكاينه في الصيام، وهي تساعد، وحتى دراسات كتبت لنا بانه كاينين الناس اللي هما تعالجوا بهذا النوع من الصيام، خصوصا الصيام المتتالي اللي هو في شهر رمضان. وغنتكلموا على امور اخرى ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بعلاج الخوف. نخليكم الان مع فاصل وارقامنا 0522880006061 او 0522472050 مرحبا. مازالين معكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، مرحبا بتواصلكم معنا. ناخذ معنا لالا جميله من الرباط. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك استاذه؟ الله يحفظك لالا جميله، كنشكرك بزاف، الله يخليك لينا ويحفظك الله سبحانه وتعالى. يا رب يا ارحم الراحمين، الله يجازيك خير. راكي والله راكي، ما نقول لك استاذه داك كنحسوا به. اكيد لالا جميله، وهذا الشيء كنشعر به وكان وكيوصلني فعليا، يعني لا اله الا الله، والله
كي تنقولوا يعني الدموع كتجيني في عيني لما كنستقبل السيدة استقبلتني يعني الان في الباب وكتقول لي كنبغيك وتنحبك، واحد الدموع واحد العناق، وكتعتبرني اخت ديالها وهي يعني طفلة او لا تنقولوا يعني شابة وحيدة لوالديها. كنحمد الله تعالى على هذا الحب، وكنبادلكم نفس الحب، كنبادلكم نفس الحب الجميلة. الصوت ديالك كيدخل لقلبنا كيف ديورنا والله. الله يحفظك ويخليك لينا. ربي يخليك على جميع المرحلة. كنت نستشر معها، كان عندي واحد المشكل مع ماشي بالنسبة لأنا لا الراجل ديالي. عندنا بنيتة في عمرها 23 عام. يعني سنة ثانية ماستر. دابا عندها تقريبا كدير ستاج حنا في الرباط، هي كديرو في كازا مؤخرا تقريبا، بدات من شهر 3 عيات. دابا هادي شي اسبوع جاتنا بواحد الفكره انها بغات تسكني واحد البنت مؤقتا. قالت لك عندي البحث ديالي خصني نتفرغ ليه، كنمشي من الصباح كنجي حتى العشيه عيانه. حنا ما تقبلناش، حنا ما انا الاب ديالي جاتنا شويه صعيبه، قال لنا لا اوعى تسكني بوحديتك وعاد تقدي عاد ديري. علاش فيها زعما انا كتثقوا شو باش ما كتثقوش فيا؟ المهم عده صراعات ولات عندنا، هي تقلقات قالت لك واش فقدتوا فيا الثقه؟ يعني عاد تمشيو عاد تشوفوا بيديكم، وما بغيتوا تجيو تجيو. انا غدا الويكاند نجي البارح، قال لي بابا بشرط الا كنت عديري معايا ابيل فيديو كل ساعه نشوفك فين ومعايا شنو عرفتي شنو منش درتي. ضيرات وغضبات ودخلت البيت. علاش هاد الشيء الجميله؟ واش نتوما يعني خليتوها انها تكمل الجمله ديال انه واش نتوما ما تيقينش فيا من اي ناحيه؟ هادي ما خصكمش تخليوها حتى تكمل هاد الجمله هادي. ما قلها ربما انه نتوما خايفين عليها من شي امور، ولو حتى هاد الخوف هذا ما خصوش يكون. هي من داك النوع اللي هي ظريفه بزاف، كتعاون اي حد يحتاجها، كتجتماعيه بزاف. عندها لي زامي بزاف، واخا كنعرفوهم كنهضروا معاهم، اللي يحتاج شي حاجه كتمشي تعاون يعني كتثيق. هادشي هو اللي جعلنا نخافوا حنايا، هي ماشي كتثيق هاد المؤمنين من خدعنا بالله انخدعنا له، او لا كتثيق شي ثقه اللي شوف انا شوف لاله شرح ملح نتكلم معك. واش خايفه عليها من الجنس الذكوري، او لا خايفه عليها من شي حويجات اخرين؟ خايفه بحال البلاصه شي كيتعرضوا ليهم، كيدخلوا عليها شي حد، كانت تكونوا بوحديتكم واش تسدوا تطرقوا عليكم تيدخل عليكم شي حد. واش واخا بلاتي جميله، واش انت خايفه عليها هي يعني ماشي بنت اللي تقدر انه تحمي دارها، ما تسد شي تقدر تنعس وما تسد شي السقطه، او لا ما تسد شي الباب لهاد الدرجه هادي؟ ولا خايفه انت من شي علاقات اللي انت حيت ما كايناش حاضره معاه وباباها ما حاضر شيء، اذا ممكن دير شي علاقه وتمشي مع داك الامر؟ ربما هي من داك النوع ماشي مع داك النوع، لان عندها حتى الاولاد بحال خوتها كتجيبهم للدار لي زامي، بغا شي حد شي حاجه. ان علاقه ما عندهاش لحد الان زعما الحمد لله، عندها واحد الفكره باغا تقرا باغا توصل، ومن بعد عاد تشوف داك الشيء زعما. ولكن حنا وصافي وقفي عند هاد النقطة اللي جميلة، النقطة غادي نوقفوا عندها. شوفي اللي جميلة، إلا أنت تحاورتي معها وعلمتوها الحدود، راه كاينة حدود ياك، كاينة حدود في التعامل مع الجنس الآخر. أولا خصكم تبينوا لها الثقة فيها، ولكن هاد الثقة مشروطة ماشي مراقبة، هاد الثقة مشروطة. والسبب اللي زاد حنا درنا هي تبارك الله ما شاء الله تقريبا هي الاولى في البرومو ديالها. تبارك الرحمن ما شاء الله. اللي زاد شي حد يدير لها شي حاجه، شي حد هي قالت لنا ماما الا كانت توقع لي شي حاجه توقع لي حتى معاكم. صحيح. ربي اللي كيحضر، ربي اللي اي حاجه توقع لي حتى معاكم. تماما. اذا هي شحال المده اللي بقات كتقرا هنايا في الدار البيضاء؟ دابا كدير ستاج او ميم طون خصها تصوب البحث ديالها، يعني من شهر من مارس وهي غدا جايه. شوف هذه فرصة، بالعكس هذه فرصة فين أنه غتزيد تربى في الحياة. كنا قرينا بعاد على والدينا واحد الفترة معينة، وكانت محك ماشي سهل، لكن محك كان محك اللي تنمي الشخصية وتيسقل الشخصية. راه دابا غتدرب على علاقة زوجية، غتدرب على علاقة مع الناس، وغتعرف الناس على حقيقتهم. دابا غتخليها تعيش واحد المسرح. شوف غتقولي لي النتائج، من النتائج ما غيكون غير الخير، مادام اولا تنتمناو الخير، ثانيا تنفعلو وتنديرو اسباب الخير. واحد النقطة اللي هي اللي اختها صار منها تقريبا عامين، هذه النقطة اللي كيظهروا ويظهروا بجوج، تيقول لك قاجينا خانقينا، كتعيطوا بزاف، كتسولوا بزاف، انت تحيدي انت، قالت لي تقول لي واش شفتي؟
يدخل راجلك يحيد راجلك تعيطي انت يعني قلت لي صافي حيدوا معاكم الالقاب انت وراجلك صلاح طلعتوا من الزعافه شوف لا جميله عندهم الحق انا نقول لك عندهم الحق شوف 22 سنه ولا 24 سنه البنيه سياك 23 سنه 23 سنه صافي صلات عن النبي زيد ديكم شي شويه زيد ديكم بزاف ماشي ربعوا يديكم تعرفوا ربعوا يديكم شويه شوف لالا جميله انت وراجلك دابا تحت لكم الفرصه فين تعيشوا حياتكم بوحديتكم تخلاو شويه المسؤوليه انا ليكم عيطت لك واحد المره قلت لك راه عندي واحد الوليد مربي بزاف كذا قلت نقول هذا الصوت هذا ما غريبش عليا هذا الادب هذا فين سمعتو احساس سبحان الله كان حاضر لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ لك وليداتك يا جميله ويحفظ جميع وليدات المسلمين ويجعل شبابنا وشاباتنا اسره يا ربي امين ولكن سبحان الله ديما عندك الخوف ديما هانتي دابا الوليد ما عجبك شيء مأدب بزاف البنت ما عجبكش شوف لالا جميله اختي كنحييك بزاف بعدا دايما باب البسط وهذا كنحييك على الحرص ديالك وعلى التربيه الحسنه هذا كينم على انه درتي مجهود والله تعالى اللي غيجازك عليه انت والزوج ديالك ولا كل من قام باي دور من الادوار فانت مكافاه من رب العالمين ولكن من ضمن المكافات اللي غيعطيها لك رب العالمين هو انه تاهلي هذه الفتاه للاستقلاليه صافي مرحله الاستقلاليه كان خصها تكون من شحال هذه البنت بغات تكري دابا بغات تكري هي وصاحبتها وغادي تكون في امن وامان ان شاء الله تعالى حنا راه ماشي في يعني المهم انه يكون الحي اللي يكون فيه مزيان يكون يعني تدخل تطرق عليها باب دارها جيراني بغيتي توصي عليها جاره ولا جيران ماشي اشكال كنا لالا مشينا كانوا معنا يعني طالبات وكانوا هذا ما كان شيء حتى اللي كي ما تلقيش اللي يوصي عليك او لا توصي عليه ولكن الحمد لله حنا فكنا في رعايه الرحمن فكنا في الرحمن طبيعه الحال الانسان تيدير الاسباب حطونا والدينا الحمد لله طمأنوا علينا وكانت هذه ماشي سهله لا علينا لا على والدينا ما كانتش سهله فباش ما تعرفيش ما تقوليش مع نفسك راه الامر غادي يجيكم سهل ماشي سهل انه غتولفوا نتوما بنتكم راه بعيده عليكم ولكن من اجل العلم وطلب العلم ومن كان في طلب العلم كان الله تعالى معه الملائكه والحيتان وكل شيء يسبح ويستغفر لمن لطالب العلم فاذا لا جميله انتم الا درتوا هذه الخطوه هذه خطوه جميله وجباره وغتكون حسم ليكم ولبنتكم غتكون حسم ليكم نتوما اولا لانه داك الخوف اللي تيكون على الوليدات بشكل مبالغ فيه هو غير صحي للوالدين اولا تيمرضوا في صحتهم تيمرضوا في حياتهم ما تيعيشوش حياتهم ما تعيشوش بشكل اللي هذا حنا في الحياه ما محتاجينش غير اهتمامنا يكون فقط على وليداتنا محتاجين ان قلوبنا تكون على المجتمع كاينين ناس اخرين اللي محتاجين لينا اننا نساعدوهم ماشي غير وليداتنا كاين الامه محتاجه لينا كاين المغرب كله محتاج لينا نفكروا ليه كيفاش نزيدوا به القدام نفكروا الناس اخرين نفكروا الجمعيات ماشي حنا تنقولوا نهملوا وليداتنا ولكن قلت يعني كاين تحديات كثيره اولا كاين اهداف كثيره كاين تنقول لكم انا الاركان السبع كنبداو من الجانب الصحي والجانب الشخصي الى الجانب الاجتماعي والمهني جانب اجتماعي قلب على الجمعيه غتفيضي فيها هذا الحنان اللي عندك يا راجلك حتى هو يحاول ما امكن انه يشتغل في عمل جمعوي او يشتغل مع جمعيه الحي او في المسجد او في مركب ثقافي او يقرا او يزيد القدم او يكثر من العباده كثر سيدي من العباده شوف في سوره الكهف وفي القران الكريم تيقول الله تعالى وكان ابوهما صالحا راه الصلاح ديال الاجداد تيكون سبيل لحفظ الابناء إذا كنتم نتوما صالحين وعبدتي الله تعالى وكثرتي من السجود ومن الدعاء ربي يحفظ لك بنتك لالا مع النصح شنو هو النصح انا الامر اللي نقدر نقول لك هو مساله ديال انه تستضيف اي شخص عندها في الدار هذه يقول لها بانه غير مسموح بها غير مسموح بها ماشي تضييقا عليها خوفا عليها خوفا عليها وان كان نقول لك واحد الامر اخر شفتي اللي تعرف يحفظ نفسه تحفظ نفسه ولو يكون في المرأة اللي كتحفظ نفسها تكون ما بين ألف الرجال وكتستطع أنها تحفظ نفسها وأنها ترعى نفسها وأنها تكون عفيفة وكذلك الرجل وخا يكون ما بين مليار من النساء إلا كان رجل عفيف ورجل يتقي الله راه ولو يدور به مئات الألف من النساء هادشي ماشي مقتصر غير على النساء المفهوم مغلوط أنه مقتصر على العفة النساء العفة هي ذكرت في القرآن الكريم بصورة يوسف وهي عند الرجال
يعني انها تدعي امرأة جميلة ذات منصب ذات جمال وهيبة، وانه كاين اللي غير مع فتيات عادية تقول لك انا وانا مدت لي يديها ما نقدرش نقول لها لا، فما بالك بمرأة العزيز؟ يعني عرف انه الا ما لباش لها الرغبة ديالها غادي يكون مصيره العذاب ولا السجن ولا كذا. ومع ذلك قال معاذ الله معاذ الله. فاذا هنايا تنربي وليداتنا على العفة، وتتقول لها بانه الا كنتي ربيتيها على رقابه رب العالمين ما تخافي على حتى شي حاجه، ما تحتاجي لا فيديو ما تحتاجي لا تليفونات كل ساعه، ما تحتاجي حتى شي حاجه. كنربيو وليداتنا على رقابه رب العالمين، ان الله سميع بصير، الله تعالى سميع بصير كيشوفك، الا ما شفناكش حنايا راه تيشوفك رب العالمين. وهذه اقوى تربيه، واخا يكون معها الغلط، شفتي غلط هاد المره الاولانيه ويدير شي حاجه ماشي هي هذيك، ونذكروا بالله ما نذكروش بيا انا، ما نذكروش بكوني ام ولا اب ولا شوف ولدي راه هذا الامر هذا الله تعالى تيقول فيه كذا وكذا، ولا الله سبحانه وتعالى بغى لينا الخير بالطاعه وبغى لينا. اذا تنرجعوا لرب العالمين، ماشي علاش درتي هذا الشيء وما درتيش بحسابي انا اللي امك ولا انا اللي باك، ولا ماشي هذا الشيء ما تيدارش ولا شيء ماشي خلي رقابته مع الله، لانه ما غتكوني شيء معها. اعتبروا انه ما كاينش لي فيديو، ما كاينش هاد الامور اللي تقنيه الان موجوده وتكنولوجيه. كانوا الناس تيسافروا، كانوا النساء تيمشيو يعني بنات المغرب كانوا كيمشيو خارج الوطن تيدرسوا الطب تيدرسوا الهندسه تيدرسوا وتيرجعوا بعلم وكيفتخروا بهم. ما كانش حتى التواصل باش يتواصلوا، كانت غير البريه وحتى البريه لا تليفون. على كل حال اذا لالا الا كنتي بنتك غادي تعطيها مبادئ وتعطيها معالم وتقول لها همناش خايفين من ليك، خايفين عليك بنتي ومناش خايفين عليك، حنا كنثقوا فيك. لانه هنايا الا اهتزت الثقه صعب وتولي هي ما تيقاش في نفسها وغادي تقلق منكم وما غاديش تكون العلاقه طيبه. اذا حنا ثقين فيك من ناحيه حدودك اللي غتلزميها مع الاخرين، وتيقين فيك بانه غتعاملي مزيان، وتيقين فيك بانه عندك هدف واحد واوحد اللي هو الان هو انه تكملي البحث ديالك وديري ستاج ديالك وترجعي ان شاء الله تعالى وانت بديك الدبلوم وبديك الكفاءه اللي كيف ما عهدناكي. واش كتظني لالا انه الان لما حصلتي على معدل جيد ومتميز وحينت كانت راه كتمشي وكتجي للدار، راه ممكن الناس تمشي وتجي للدار ولما تمشي للمدرسه ولا للكليه ولا هذا دير شي حوايج وما تديها شي في قرايتها. اذا هي عندها هدف قرايتها وكتعرف شنو كدير، تذكير والنصح بين الفينه والاخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه يتعهدون بالنصيحه، يعني مره بعد المرات ماشي دائما 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 دائما. وهذا الكلام اللي قال باباها انا لا اتفق معه، شريطة ان توريني كل ساعه فيديو، ماشي طفله صغيره، راها شابة تبارك الله 23 عام، ما يمكنش انه يبقى يشوفها طفلة، خصو يشوفها بانها راها امرأة اللي هي الان ناضجة، امرأة ناضجة 23 سنة تبارك الله راه عارفة شنو كدير. وغادي نبقاو مع فاصل ثم نعود. مرحبا مازال معكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، مرحبا بتواصلكم. لا جميلة غادي نعاود نقولها لك لالا بنتك من باب التذكير، الحمد لله ربيتها تربية حسنة، ذكريها بالله ذكريها بذكر الله عز وجل، انها لما تتعامل مع الناس تتعامل بالحسنى وتاخذ الحذر ديالها في شي امور معينه. بطبيعه الحال ما تثقش في اي شخص الا من تعرف بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت تكون باخلاق المؤمنين وتوضع واحد نوع من الحدود في التعامل مع الجنس الاخر، لانه قد يفهم امور معينه بشكل مخالف. ما كندعوش الى اثاره الغرائز في التعامل بين الذكور والاناث، مثلا المراه تثير غرائز الرجل من بعد تقول لك وانا ما درت له حتى حاجه هو اللي هذا، او العكس ان الرجل يثير غرائز فتيات وكنشوفوهم قدام المدارس وكنشوفوهم في الطرقات كيمد يدو عليها وكنشوفو انه كيقيس لها شعرها وكنشوفو انه كيقيس لها يديها وكيقيس ومن بعد يعني تلام وكذا وكذا. اذا حنا الطرفين خص تكون واحد الحدود، هذاك جسدي ملكي انا ليس ملكك انت. نعلمو بناتنا انها لما واحد يحط عليها يديه وهي ما باغاش انه يحط يديه انها تقول له زولك، لكن للاسف كاينين اللي تيحشموا علاش لاسباب معينه. فهنايا تنعلمهم شخصيتهم، عندهم القدره على التعبير، عندهم هذه فرصه لله، نسال الله تعالى التوفيق. مرحبا ناخذ لاله نزيهة من بلجيكا. مرحبا لاله نزيهة، اهلا وسهلا.
لان زيها معنا ربما كيتاخر الاثير لان معلمه. وعليكم سمعك معك لالا. ما تخافيش لا ما تخافيش لان زيها ما تخافيش. مرحبا اختي. لا اله الا الله انقطع الخط لان زيها. لا اله الا الله للاسف. واخا ماشي اشكال فيها خير ان شاء الله تعالى. نتمنى ان شاء الله يكون الرقم ديالك باقي مسجل عندنا ونتواصلوا معك وعاودي التواصل معنا ان شاء الله في اي وقت ويكون خير. مرحبا ما تخافيش. انا علاش قلت لك لالا ما يمكن شيء انه نقطع الخط مباشره انه ما تقوليش الو ما يمكن شيء حتى كيتم التواصل عاد باش حتى كيكون يعني الامر ما يقوس منه عاد باش ممكن انه نعطي الاذن ان نقطع المكالمه. مرحبا فرصه قادمه وغادي تكون باذن الله يقين غادي تكون ان شاء الله. معنا سيدي خالد من كناس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي انا كده كده بخير. الله يحفظك سيدي خالد. عواشك مبروك لك كلشي بخير. الله يبارك فيك سيدي علينا وعليكم. مرحبا بكم سيدي خالد. شكرا جزيلا لكم على المتابعه. مرحبا. بارك الله فيك. الله ينورك. مرحبا سيدي خالد. واحد السؤال حيرني بزاف. مرحبا سيدي. الله يقدرني. اختي انا والحلال صافي مسكين ما كنشوفش. اييه الله يشوفك. الخدمه شي ديال كان ندير شي ديال بيع وشراء. هذه مده تقريبا 12 عام 13 عام 22. اييه واحد النهار جات البلديه دات لي السلعه هذيك كامله. شكون اللي جا؟ البلديه. اها. واحد البوليسي ولا دات لي السلعه هذيك كامله في الطوموبيل. اها. يعني هو تقريبا واحد 75 الف ديال السلعه جات لي بقى من زور. رغم ذلك تبعتو مثلا المقاطعه تما كرغب فيهم وزور فيهم. والو بدون جد ما بغاش. تولي السلعة تولي الميزان تولي تصرف لي كل كراسة تولي كل شيء. وشكون اللي توقف معاك سيدي خالد وانت مكفول؟ انا واحد السيد صاحبي في المنغولية. هكذاك هكذاك. واه. وانا دابا السلعة شنو كنطرقوا غير مول القهاوي ولا ذاك ولا ذاك. واش كنت واقف في شي مكان اللي ماشي مسموح به اولا كيفاش؟ لا لا حتى انا جبنا السلعة من ذاك من مارشي فيو. حتى انا في واحد البلاصة ديال واحد البلاصة كنزنا السلعة كنطرقوا على مول القهاوي. و استاسيوناتيف. ايوا جاوا بزاف المقاطعات تاعت السلعه ديالنا كامله. يعني الناس كاملين كانوا. لا ماشي كنبيعوا ماشي كنبيعوا في الشارع. كندوزو السلعه كنفرقوا على الستورات على المزبانات على القهاوي. هي وكيفاش هادشي عاد هادشي عاد وقع سي خالد؟ هادي واحد 3 شهور دابا تقريبا. ايوا ماشي شي واخا تفضل تفضل. مشيت عندهم المقاطعه ترغب فيهم منزل في ذاك البوليس هذاك ما رداش وقال لي قهرني. قال لي واش لاباك تفرنا حتى اللي ما لك معاه تفرنا حتى اللي ما عاود كيشوفو. خونا اللي ما كيشوفوش حمقوا له دماغنا. ما سديهاش يعني واحد الساعه تقطعتي مع البوطو. ايوا كمل كمل سيدي. تفعلي كتهربو زوك فيت ولا بغيت نبوس رجلو. عطيني السلعه هادي اللي نطرف خدي العلاقه خدامه الوالده ديالي مريضه. لا اله الا الله سيدي خالد ما تقطعش شاي ما تقطعش شاي خلي الرقم ديالك ياك. انا يمكن لك يمكن لك اختي عرفت انا غير قلت لك باش ما تقطعش الشاي وتخلي الرقم ديالك. لا ما تقطعش. لا تفضل سيدي. واخا تمشي تهربو وكحلي تولي رجلو غنبوسها له حاجه كضرب لي بالترفيقه. الله اكبر. يعني واضطريت نمشي كي صرا نمشي حاجه في وسط البلديه. الله اكبر. لا 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 ما بغيتش ما بغيتش نخرج للشارع. لا 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 ما بغيتش ندي في الشارع. لا لا ماشي تصرف. شوف اذا كان تصرفات كاينه تصرفات فردانيه من بعض الاشخاص ما غاديش نتهمو حنا قطاع كامل. هذه الاولانيه. الا كان هو هذاك الشخص ما عندوش اي تربيه اخلاقيه واخا يلبس اي بدله. شوف واخا يلبس اي بدله ما عندوش اي تربيه اخلاقيه هو مع ذاته مع والديه لانه حنا راه ما تنعلموش شنو خبايا الانسان. عنده مهمة تأديها مرحبا على الراس والعين ولكن من مقتضيات هذيك المهنة هو أنه يكون تيشرف هذيك المهنة اللي هو فيها سواء كان أستاذ سواء كان خدمة 4400 في الشهر. لا إله إلا الله. كان السكر خصني نشري على الأنسولين لأن قبل ما كانش قبل الحومة كانش من الفرماسيين ولا كانش يدير المهم كنت ما شفتيش مع محامي سيدي خالد ما شفتيش مع محامي؟ لا والو. علاش؟ علاش محامي؟ لا محامي غتقول له الواقعة وغيعطيك الرأي ديالو من الناحية القانونية لأنه خصنا حنا نشوفوا من الناحية القانونية. علاش أنا قلت لك أصدقائي خالد؟ محامي أختي أنا تخلصوا من الحجم اللي بغيتي. إيوا شوف أصدقائي خالد. أنا كنتكلم مع الموت والوالدة مع الوالدة. الله يحسن عونك ولكن ما دير شيء في خاطرك ما دير شيء في خاطرك أنا هذا هو اللي مهم عندي. لا الفكرة ديال والله لا بصح قرني
قالك انا ما تفرنا في الماء كيشوفوا سيدي ما حضرتش شي حدا الراس. والله يهديك اسدي خالد، الله يهديك اخويا، انت معزز مكرم، معزز مكرم، كرمك رب العالمين. غتديها في اي واحد اللي قال لك شي كلمه ماشي هي هذيك ولا تعامل معك معامله، انت ربي سبحانه وتعالى خلقك مكرم، معزز مكرم، وانت الحمد لله في هذا البلد معزز مكرم. حتى واحد ما من حقه انه يهينك بمقتضى الدستور ومقتضيات يعني اللي تمليها علينا الوطن الحبيب، والمقتضيات اللي تمليها علينا جلالة الملك. هذه كلها امور اللي هي بطبيعة الحال تصحب لك حقك سيدي خالد. واخا سيدي خالد بغيتي نوقف معك في هذا الامر، بغيتي نوقف معك في هذا الامر حتى نشوف هذه الامور فين غادا وكيفاش وحسيت وش الامر. وهذه عاودتني ولد بعدي نهار ثاني تنظن. واخا سيدي خالد شوف اعتبرني اختك، اعتبرني اختك سيدي خالد. صراحة كنت عاود تدخل بك وحق الله العظيم. مرحبا وعلى راسي وعينيا، على راسي وعينيا. وانا ان شاء الله خلي الرقم ديالك نرجعك لستوندار عند للا سميحة، وخلي الرقم ديالك سيدي خالد، وانا هذا الامر غادي نشوفه معك ان شاء الله تعالى، وغادي نساعدك باذن الرحمن ونشوفوا الامور كيف هي. نفهموها بالمقتضيات القانونيه ديالها وبالحيثيات ديالها وحتى بالمساعده النفسيه. مرحبا سيدي، وغادي يكون غير الخير ان شاء الله تعالى. غادي نشوفوا ان شاء الله تعالى، نستشروا مع المحامين وغادي يكون الخير باذن عز وجل. غيهون عليك، الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يكرمكم، الله يحسن العون. ضائقه اليد ماشي سهله نقولوها، الاحساس بانه تخدالك شي حاجه ديالك كتملكها ماشي سهلة، عرفنا، خصوصا لما تيكون الإنسان في أمس الحاجة ليها، لما تيحس الإنسان براسو بأنه محقور ماشي سهلة. ولكن ديروا في بالكم قناعات، راه هاد الحياة غتلقاو فيها بزاف الناس اللي غيحقروكم، راه أمك وباك تتلقاهم تيقدروا يحقروك، خوتك يحقروك، جارك يحقرك، أي واحد يقدر يحقرك. إذا ماشي الأمر ملتصق والامر ملازم لواحد الفئه معينه ولا قطاع معين، لا، هي مساله اخلاق ومبادئ وتربيه. شفتي هذاك الانسان اللي عنده ديك اللبسه، اولا اللي كلفوا الوطن بشي مهمه، طبيب ولا استاذ ولا عسكري ولا ضابط ولا بوليسي ولا كيف ما كان، وكلفوا بواحد المهمه وخرج لهذيك المهمه، راه تيكلفوا بالمهمه الاخلاقيه الانسانيه اولا. ولكن للاسف كاين الناس اللي عندهم مشاكل مع ذواتهم، هما عندهم مشاكل وعندهم اضطرابات وهما ما حاسينش بثقتهم بنفسهم، فبالتالي شنو تيوقع؟ هما تيبغيو انه ما تيلقاش خصوداته الا مع ديك اللبسه، مع ديك الصفه، فكيولي تيبغي يمارس هو واحد السلطويه، ماشي سلطويه قد تكون عدوان على اخر، باش هو يحس بذاته، باش هو يلاه يتنفخ شي شويه، لانه كان محقور هو بنفسه، كان محقور في دارهم ومحقور مع عائلته ومحقور مع اصحابه ومحقور. اللي كتشوفو كيحقر واحد اخر عفوا راه محقور. فاذا سيدي اللي بغيت نوصل لكم انه ما تبقاوش تاداو بزاف وما تخليوش خاطركم رخيصه لدرجه انه اي شخص يقدر يتحكم لكم مشاعركم. قل حسبي الله ونعم الوكيل، قل الله تعالى عز وجل سيجعل بعد العسر يسرا، وان الله تعالى غيعوضك خير من هذيك ان شاء الله تعالى، هذيك الاسلعه ديالك. ماشي تنقول لك هذا الامر غير كلام وخلاص، غادي يكون حقيقه باذن عز وجل، وانا وعدتك بان هذا الامر غادي نشوفه شخصيا. ثم انه غتقول ان لله وان اليه راجعون، اداك شي واحد، سبك شي واحد، المك شي واحد، تقول اول حاجه ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. ما غيمسك حتى شي سوء، ماماك محتاجة الدواء، ماماك كذا، ماشي انت اللي كترزقها، ديرها في بالك سيدي، ديرها في بالك، ماشي انت، انت غير سبب، انت غير كتاخذ من هاد اليد وكتعطي لهاد اليد. شفتي انت كتاخذ من يد الله وكتعطي اليدين ماماك، انت غير سبب، ما تعتقدش بان الا مشات لك السلعه ولا مشات لك الخدمه ولا مشات لك راه غتموتوا بالجوع، راه الله تعالى ما كيسد باب حتى كيفتح ابواب عز وجل. واللي خلقنا ما تنساناش سبحانه وتعالى، واللي كيرزقنا راه كيرزقنا بسبب، رزقك هو اللي سخر لك ديك العمل الاولاني، فالله تيزول منك ديك العمل الاولاني باش يشوف تعلقك به انت، يشوف تعلقك به. واش انت متعلق بالعمل وبالاشياء وبالماعن وبالسلعه
ولا متعلق برب السلع ورب الأشياء ورب العمل، ويكون عندك يقين إن معي ربي سيهدين. هذا هو الإيمان اللي بغيت يكون حاضر عندك. ومن ضمن الإيمان طبعا الحل إحساس بالكرامة أكيد، ولكن ما تنساش أنه خير البشر سيدي، خير البشر تدفع وتضرب وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. راه شفتي النبي صلى الله عليه وسلم اللي حاميه الله تعالى، وراه هو ضربه وتجرح في القدم ديالو، وراه هو يهرسل الرباعية ديالو، وراه هو يتآدى، وراه هو تسب، وراه قالوا له شاعر ومجنون. فما تحسش بالحقرة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حس بالحقرة وجلس وسد عليه بابه وما غيقومش المهمة اللي الحمد لله كانت متعب بها الآن، ما غاديش يقوم وغيكون دا يدعو إلى الله تعالى بهذا الخير وهذا شنو قال؟ شنو جا الملك؟ شنو قال له؟ قال له لو شئت لأطبقت عليه جبل أحد أو للسماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذوك كانوا مشركين وكانوا عارفين الحق ولكن يعاندون وكانوا كفار وكذا، ولكن شنو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الفطنة دي النبي عليه الصلاة والسلام والرحمة للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم والحب للخير الإنسانية، شوف القراءة الإنسانية اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما بغاش ينتقم من نفسه، قال له عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله. بزاف الأمور تتوقع علينا بحال هكذا وكتوقع لي شخصيا، ولا أنتقم لذاتي ولا لنفسي، تنقول لعل هذاك الشخص. الحاجة اللي تنقدر نقول اللهم لا تسلطوا على أحد من بعدي، هذه اللي تنقول. شي واحد أداني وديت حتى انا مرارا تكرارا ثاني بحالي بحالكم بشر، واش نقول؟ اللهم لا تسلطه على احد من بعدي. عرفتي هذه يسحب لكم خفيفه عند رب العالمين، هذه راه ثقيله وثقيله كثير عند الله عز وجل، ثقيله وثقيله كثير، ماشي سهله عند الله. لما كتقول اللهم انا ما بغيتش شي مؤمن يتأذى من هذاك الشخص ولا من عمل هذاك الشخص. لكم دابا هاد الشيء تنعاود لكم ديال سنوات الدراسه وسنوات طلب العلم وسنوات، ولكن احنا علاقتنا بالله تعالى هي الاهم، علاقتنا برب العالمين سبحانه وتعالى هي الافضل، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هي الابقى وهي الرباح. فلا اله الا الله، ربي معك سيدي وغادي يكون خير ان شاء الله تعالى. مرحبا. وغادي ناخذ معنا للا كريمه من الدار البيضاء. الو للا كريمه، السلام عليكم. الو، السلام استاذه، بخير. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا للا كريمه، بارك الله فيك، مبروك عليك، انا فرحانه جدا ليا الخطا. الله يفرحك دنيا واخره للا كريمه. مرحبا اختي. انا كيسحب ليا نسيتوني وقت كنقول الو. مساك الموت لاله كريمه، الله يطولنا عمرك ان شاء الله. يا رب الله يحفظك استاذه. لا ما كنساو حتى شي واحد اختي غير مع المكالمات. مرحبا، تفضلي لاله. الله اكبر. شوف لاله كريمه فيها خير، غادي ان شاء الله تعالى من بعد ملي تواصلي معنا لما تشوفوا لاله كريمه، لاله سميحه، عطيوها المكالمه هي الاولى، الله يجازيكم بخير لانها كتسالنا مكالمه، وغادي نجاوبك ان شاء الله تعالى وتاخذي راحتك في الكلمه باذن الله عز وجل. مرحبا، ناخذ لاله مريم من تطوان. الو لاله مريم معنا. الو لاله مريم، مرحبا. الله يبارك فيك يا اختي امال، وانا فرحانه اليوم بزاف، النهار كبير والحمد لله في هذا العواشر، رب الحبيب يسر لي هذه الامور. هذا النهار تكلمت معك يا اختي امال. الله يكبر بك اختي، والله يرحم لك الوالدين، الله يرزقك الجنات الفردوس، كتحسن قلوبنا، كتطورنا، كتعلمنا الادب، كيفاش نادبوا وليداتنا، كيفاش نادبوا مع راسنا. الحمد لله يا اختي امال، انا فرحانه بزاف. الله يجزيكم خير. مرحبا، الله يرزقك الجنة الفردوس ان شاء الله. كنن بكم، كنن بكم قريبا بالدريب، كنن بكم، الله يرزقكم في الجنة الفردوس ان شاء الله في هذا الشهر المبارك. يا ربي امين. الله يسمع منك ربي ويستجبها يا ارحم الراحمين. يا ربي امين يا جميع المؤمنين. امين. كنن بكم، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم،
واخا ينقطع لي الخط بقى منك ان شاء الله الرقم ديالك ماشي مشكل. بارك الله عليكم ما شاء الله عليكم الله يحفظكم الله يرزقكم في الجنه في الفردوس يا رب يا رب يا رب. سيدتي انا الله يرحم والديك وانا طالبه منك الرقم ديالك الله يرحم لك الوالدين ما قدرتي نسلم معك في الاذاعه. واخا لمريم الله يرحم الوالدين يا رب. مرحبا اختي على راسي وعيني انا تسرب رجليكم والله يجعلنا في خدمة المؤمنين وفي خدمة الوطن الحبيب وخدمة المسلمين وخدمة الانسانية اللي بغى الخير الانسانية والبشر الله يوفقه. راه اصلا المبادئ الاسلامية ما جاءت الا لاجل تكريم الانسان. فمرحبا لاله مريم نرجعك عند لاله سميحة وتاخذي الرقم ان شاء الله تعالى او لاله عيدة تعطيك الرقم باذن الله عز وجل. وشكرا جزيلا لكم شكرا بزاف على هاد الكلمات الطيبة شكرا على هاد الاحساس اللي هو سابق للكلمات شكرا على هاد المحبة اللي كان نبادلكم يعني فيها وكان نبادلكم هاد المحبة هادي اللي هي محبة خالصة ومحبة اللي كتحمل معها الخير وكتحمل معها التعلق وكتحمل معها يعني الرغبة في أننا نزيد القدام وكتحمل معها أننا تنشد على أيادي بعضنا أننا إحنا يدينا في دين بعضنا. وإن شاء الله تعالى حتى واحد وحتى واحد فينا ما يخلي الآخر بلا ما يساعده اللي قدر يساعد شي واحد يساعده. إحنا في شهر المغفرة وشهر الرحمة وإحنا في حياتنا كلها كلها مسخرين لأجل عبادة الله عز وجل. فديما من أعظم العبادات هو أنه يدينا يكون في الدين بعضنا وديما نتمنوا الخير لبعضنا وديما نعاونوا بعضنا حتى نوصلوا لبر الأمان. نعاونوا بعضنا في كل شيء في التدين اللي هو شامل بطبيعة الحال لكل شيء. نعاونوا بعضنا في المحن نعاونوا بعضنا في المال نعاونوا بعضنا في الخير نعاونوا بعضنا في التربية نعاونوا بعضنا في تزكية النفس كل خيرات كل خيرات. الله تعالى توفيق الجميع وشكرا لكم على ثقتكم لوضعينها فينا. شكرا جزيلا لتواصلكم شكرا للعيدة اللي كنتي معي في إخراج لسميحة في استقبال المكالمات شكرا سديشة كنتي معي في التصوير شكرا لجميع متتبعين إذاعة ميد غاديو برنامج نصيحة أمل وهذه دكتورة أمال نعمي تحييكم فإلى اللقاء.